الباب الثاني والأربعون ومئتان. باب وجوب الشكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ الألباني: الحديث ضعيف الإسناد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.